الآن الدنيا مليئة بالفقراء والمساكين. أكو بعض الناس حتى خبز لا يجدون حتى يأكلوا لقمة خبز. بعض المسلمين الآن يأكلون أوراق الأشجار، يأخذون أوراق الأشجار لأن حتى خبز ما عندهم، يأخذون أوراق الأشجار ويطحنونها ويعطونها لأطفالهم، ونحن الحمد لله نعيش في نعيم. إذا أردنا أن تدوم لنا هذه النعم يجب أن نهتم بالآخرين، يجب أن نشارك الآخرين. يمكن آه من هذه الآهات، آهات هؤلاء الفقراء، تأخذنا وتغير النعمة لا سمح الله علينا. بعض البلاد كانت مركز لا أسميها من مراكز التجارة العالمية، والآن من البلاد الفقيرة. يعني إحنا لا نتصور أنه هذه النعم اللي عندنا سوف تدوم إلى النهاية. أكو طريقة واحدة لبقاء هذه النعم، وهي الإنفاق على عباد الله، الاهتمام بعباد الله، مشاركة الآخرين في معايشنا. 1% نجعله للفقراء، 99 إلنا، 1% هاي ضمانة دوام النعم.